السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد بيني وبينكم ولقاء الأبرار. معكم دكتور محمد عباس من قلب العاصمة المصرية القاهرة، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا اليوم عن أبرار من نوع آخر، وهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هم إخوته؟ عرف إنه وحيد وعاش يتيم من الأب والأم، ولم يكن له إخوة أشقاء، ولكن له إخوة. فهيا بنا نتعرف عليهم ومن هم وعددهم وصفتهم به. إذ لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم إخوة أشقاء، ولكن هؤلاء هم إخوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه من الرضاعة. فمن هم إخوته في الرضاعة؟ أولا سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة، لأن سيدنا حمزة كان أخو سيدنا محمد في الرضاعة. وقد حرم علينا الزواج من أمهاتنا وبناتنا وإخواتنا وعماتنا وخالاتنا وأبناء الأخ وأبناء الأخت، وأيضا حرم علينا أخوات الرضاعة. أختي في الرضاعة تحرم علي، وابنة أخي في الرضاعة تحرم علي. وقال الحافظ: قال مصعب الزبيري: كانت سويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعت سيدنا حمزة، ثم أرضعت أبا سلمة. فسويبة موالاة لأبي لهب، ارتضع منها صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضي الله عنها. أما عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي، تزوج من أختي بنت أبي سفيان. قال: أتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك مانعة، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أبي سلمة؟ فقلت: نعم. فقال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، فقد أرضعتني سويبة أنا وأبا سلمة، فلا تعرضنا على بناتكن ولا إخواتكن. أما أبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم المخزومي، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمته برة بنت عبد المطلب. من السابقين شهد بدرا، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جماد الآخر سنة 4 من الهجرة بعد غزوة أحد. فبكت وحزنت عليه زوجته أم سلمة، ودعت ربها أن يجيرها في مصيبتها ويخلفها خير منه، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تدعى بأم المساكين. وهنا يخاطرنا سؤال مهم: لماذا استرضع الرسول صلى الله عليه وسلم في بني سعد؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضع من أمه مباشرة، وذهب يسترضع من بني سعد؟ كان من عادة شريفات قريش الامتناع عن إرضاع أولادهن، وكان يستلم هذه المهمة مرضعات البادية
وكانوا يحبون أن يتربى أبناءهن في البادية فيشتد عزمهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أشرف بيت من بيوت قريش، فقد اصطفاه الله من بني هاشم واصطفى بني هاشم من قريش. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. رواه أحمد، أي أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشرف الأنساب. وفي بداية الأمر كانت مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ثويبة، أمة عند عمه أبو لهب، ثم أعتقها أبي لهب لهذا السبب، ثم استرضع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي زؤيد السعدية من بني سعد، الذي كان استرضاعه عليه الصلاة والسلام في البادية شأن من شؤون أشراف أهل قريش، لأنهم كانوا يقومون بذلك ويضعون أولادهم لدى مرضعات من البادية كي تقوى أجسامهم ويصبحوا فصيح اللسان ويتحدثوا بلغة عربية أصيلة وفصيحة. أظهر النبي صلى الله عليه وسلم علامات البركة والفضل منذ سن مبكرة، فكان مباركا بمجرد قدومه على حليمة السعدية امتلأ ثديها باللبن بعد أن كان ابنها يبكي من الجوع لعدم وجود لبن يكفيه، وامتلأ درع الماشية باللبن أيضا بعد أن كانت ضعيفة لا تستطيع المسير مع الماشية الأخرى. وكانت أغنام حليمة تجد مرعى تجبع منه ولا تجد الأغنام الأخرى مرعى آخر. هذا الطفل المبارك كان رحمة على حليمة السعدية، وحادثة شق الصدر تعتبر من الحوادث المبكرة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصا عاديا. فكان النصيب الأكبر في إرضاع واسترضاع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة جارية أبي لهب ومن حليمة السعدية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له 5 إخوة من الرضاعة، وهم من الذكور عمه حمزة، وابن عمته أبو سلمة، وعبد الله ابن الحارث وأمه حليمة السعدية. ومن الإناث الشيماء وأنيسة، وهم بنات الحارث وأمهم حليمة السعدية. ولكن بعض المصادر أثبتت أن أبا سفيان كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أما الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة ابن رفاعة لا تعرف في قومها إلا بهذا الاسم أو باسم شادية محمد أو باسم شيماء بني سعد، فقد أسلمت الشيماء أخت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة لأنها ابنة حليمة السعدية، ووصلها الرسول صلى الله عليه وسلم بصلة، وهي التي كانت تحضنه صلى الله عليه وسلم مع أمها حليمة السعدية. وله إخوة، وهي أنيسة بنت الحارث أخت الشيماء، وأخ عبد الله بن الحارث أخ الشيماء وأنيسة، فالثلاثة هم أبناء الحارث بن عبد العزة ابن رفاع السعدي زوج حليمة السعدية رضوان الله عليهم جميعا وأرضاهم بما فعلوا وصنعوا مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أما عن أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم،
فوالده الحارس ابن عبد المطلب أخو عبد الله ابن عبد المطلب، أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه، فقد أرضعته حليمة السعدية خور النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائها عبد الله وأنيسة وشيماء رضوان الله عليهم. والشيماء بنت الحارس السعدية، وكان اسمه الحقيقي هو حذافة بنت الحارس، وهي أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأمها حليمة السعدية رضي الله عنها وارضاها مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أسرت الشيماء أخت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين التي وقعت في 13 من شهر شوال في السنة الثامنة للهجرة، وكانت بين المسلمين وقبيلتي هوازن وسقيف في وادي يسمى حنين بين مدينة مكة وبين مدينة الطائف. وكانت الشيماء تكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، ومضت السنون وتأتي غزوة حنين وتدور الدائرة على هوازن وحلفائها، وكان زعيم هوازن قد أحضر كل نساء قومه معه لكي يقاتل جيشه قتال المستمد، وأحضر كل الإبل والأغنام معه، ووقع كل ذلك بين يد المسلمين أسرى. وكان من جملة النساء أخت الرسول صلى الله عليه وسلم الشيماء. فقام الشاعر زهير واستطف للرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، ثم أتت الشيماء بين الصفوف تقول: دعوني أنا أخت نبيكم. فلما وصلت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: أنا أختك. قال: وما الدليل؟ قالت: كنت أحملك متوركة فعضدتني في ظهري. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه على الأرض وأجلسها بجانبه وطيب خاطرها وقال: إن شئت كنت معنا، وإن شئت لحقت بأهلك، ونغدق عليك بالنعم. فقالت: أرجع لأهلي ولي طلب واحد. فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: أرجع ومعي نساء قومي. فقام الرسول الحبيب المصطفى الرحيم الرؤوف وقال: قد سمعتم ما قال زهير وما قالته الشيماء، فإن طابت أنفسكم بأن تردوا بما بأيديكم فردوا، وإن أبيتم ألا التمسك بما في أيديكم فردوا، ولكم 6 أضعافها من أول غنيمة. فقالوا: بل رضينا وسلمنا يا رسول الله. فعادت الشيماء ومعها 6000 من الأسيرات، وعندما علمت هوازن بذلك دخلت عن بقرة أبيها بالإسلام جميعا، فكانت الشيماء بركة على قومها. رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته، ورضى الله عنهم جميعا، ورضى الله عنا وعنهم، وألحقنا بهم بالفردوس الأعلى، وأحسن ختامنا كما أحسن ختامهم. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من لقاء الأبرار وحديثنا العطر عن مرضعاة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوته في الرضاعة. إلى لقاء قريب إن شاء الله يجمع بيني وبينكم. أترككم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم دكتور محمد عباس من قلب العاصمة المصرية القاهرة.